قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. أي حكايتنا الليلة لواحد العائلة اللي هي مثالية، ركينا المثالية، لكن بين ليلة وضحاها غادي تقلب جميع الموازين وغادي تكتشفوا أحداث كتضر صراحة في الخاطر. ولكن الجميل واللي خلاني أنني نشارككم هذه القصة مهما الأحداث تجولها طوال، إنها كلها أمل وسط المآسي كان أمل صاحبة حكايتنا الليلة. هذه الأخيرة كلها تفاؤل، ورغم الظروف القاسية اللي ربما إذا سبحان الله دازت على واحد منا نقدروا ما نهزوش منها الرأس، ولكن صاحبة حكايتنا الليلة هزت الرأس، وهي عبرة جميلة في التفاؤل وحتى في الأمل. ما تمشوا فين وبقوا معي باش تسمعوا حكاية الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، كل شيء يكون هو هذاك. مؤنستكم في الكوزينه عادت اليكم من جديد. كنتمنى انكم تكونوا شفتوا الفيديو نتاع البارح لانه جد جميل وجد رائع، وغادي يزيدكم إيجابية في قاموس المعرفة ديالكم. وقبل ما نبداو في حلقتنا الليلة، إذا كنتي جاي على القناة مرحبا بك، وإذا كنتي من أهل الدار الدار دارك، إذا تيبالك هاد المحتوى يستحق الدعم فما تبخيش عليا بأنك تضغط على زر الإعجاب وتشاركوا مع أحبابك وصحابك أينما كنت، وراني كنقرأ التعليق ديالكم التي تثلج القلب بالمحبة. الله يحفظكم واللي يخطيكم، وراكم تاج فوق من راسي يا أوفياء. خليني ما نتطلش عليكم أكثر ونقول لكم يلا لنبدأ. أنا نورة، غادي نشارككم حكايتي من نهار التاليت. والدي تزوجوا سنة 1995، بابا من جهة في المغرب وماما من جهة مختلفة تماما ليه. تلاقوا لمدة عامين وهو تابعها، وكانت كترفض حتى تزوجوا، عمرها ما ندمت ولو نهار واحد على زواجها به، لأنه فعلا ونعم الإنسان، الدين ديالو ثقافته، ورغم أنه ما قاريش. بابا خرج من قرايته منين كان صغير بزاف وتكرفس بزاف وخدم، ولكن كان شخص اللي هو تيبحث وكيثقف راسه براسه وتيقرا كل ما يخص الدين. بابا كان رجل ملتزم وماشي داك الالتزام تاع التشدد، بالعكس كان واحد الدين ديال المحبه والراحه والطمئنان. بابا انسان جد محبوب من قبل الجميع، واللي لقاه تيحب الدين بسبب الشخصيه ديالو. غادي نتحولوا من مدينتنا الصغيره اللي انا ذاك كانت عندي فيها 3 شهور، وعلى حسب الخدمه ديال بابا كنا غادي ننتقلوا لمدينه واحده اخرى، لكن ما كتبش. مشينا لمدينة صغيرة واحدة أخرى اللي فيها مشاكل كبيرة، لأنها كانت محافظة بزاف، يعني المرأة ما يمكنش تخرج ديك الساعة، ما يمكنش يشوفوها الناس، مع بزاف ديال الشروط، عيب المرأة تخرج، عيب المرأة تسخر، عيب المرأة تسرى حتى مع راجلها، وإذا شافوا المرأة خارجة بحال شافوا شي حاجة اللي هي خايبة. كانت واحد المدينة اللي متحفظة بزاف. انا فخوره صراحه ورغم داكشي كله انني تربيت فيها، حيت بسبب هادشي كامل بقيت شاده في راسي، وغادي تكتشفوا كيفاش وليت. غادي نعيشوا حياه بسيطه جدا، بابا خدام في البني وماما كانت خياطه. ماما غادي تتعرف على واحد السيده وغادي تبقى خدامه معاه في هادشي ديال الخياطه. كانت غتوصلني للروض وكل واحد فيهم كان تيمشي تيخدم، وفي الليل كنا كنتلاقاو كعائله صغيره. بابا هو اللي كان عطانا داك الحب كامل اللي ما يمكنش تلاقاو بحال داك الحب في جهه واحده اخرى، داك الحب نتاع انه يدخل من الخدمه ديالو من تماره ويتوضى ويصلي ويجلس معانا يجمع معانا ويوجد لينا العشاء، واخا انا وماما كنبقاو جالسين بحال الاميرات. وفعلا كان تيعاملنا معامله الاميرات، لا من ناحيتي ولا حتى من ناحيه ماما، اي حاجه كانت خصتها تيقول غير مرحبا، واخا تبارك الله هي بخدمتها عمرو ما تدخل ليها فلوسها، ولكن هي عمرها ما خباتهم عليه، بالعكس كانوا مشاركين كل شيء. تربيت في عائله اللي ما كنعرفوش فيها شنو الكذوب شنو النفاق شنو هي اديك شي حد ولا يضحك عليك، هكا كانت تربيتي نقيه وصالحه، حيت كنت بوحدي عند عائلتي، ما كانوش عندي خوتي اللي غادي ندابز معاهم ولا شي واحد قريب من الدراري الصغار. تربيت وسط ماما وبابا. غادي نكبر والحمد لله كنت دائما من الاوائل في المدرسه، انا الاولى والناس كامله كانت كتغير من ماما حيت كانت قاريه، تيقولوا بلي انها كانت كتعاوني، ولكن لا، سبحان الله داكشي اللي ما قراش بابا وتحرمت منه ماما في قرايتي ثمر الله فيا. غادي نكبر وكل عام غادي ناخذ نقطه مزيانه، وكنزيد كنحلم بشي حاجه كبيره، كل عام كيتبدل الحلم ديالي وتنكبر وكيتزاد الطموح معايا. غادي نوصل للسابعه اعدادي وماما غادي تقرر باش اننا نشريو واحد الارض، حيت كان الكرا غالي انذاك، وبالنسبه ليها كان جمعت شي بركه وشرينا. كانوا يخدموا في النهار خدمتهم، وفي الليل كنا كنمشيو كنبنيو بشويه بشويه طوبه بطوبه، كل مره كيديروا شي حاجه وحنا نمشيو نسكنوا فيها. شفتهم بعيني تيبنيو فيها
طوبة بطوبة، وكلهم حب وامتنان ونشاط وسعادة بأبسط الأشياء. واخا نعيا ما نوصف لكم كمية الحب اللي كانت عندنا أنا ذاك كالدور، ما قدرش نوصلها لكم. الناس كلهم تيقولوا لنا سعداتكم على العيشة اللي انتم عايشينها، باك ما كيكمي ما كيشرب ما كيخرج القهاوي وحنين وتيطيب لكم ويخرجكم، حيث هو كان عطينا قيمة كبيرة ومتشبت بالسنة النبوية وبأخلاق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان قاري كيفاش يعامل مراته وحتى بنته، ورغم أنه في حياته كلها قرا عام واحد في المدرسة وخرج، غادي نبنيو دارنا طوبة بطوبة وما غاديش تكمل، غادي نسكنوا فيها هكاك. ماما أنا ذاك ربي رزقها بالقناعة، وبابا كذلك، وأنا كنت صغيرة ما جايب أخبار للدنيا، تلبس كنخرج كنمشي لمدرستي وكنعاود نرجع. صحابات ما كانوش عندي، ما كنتش راضيه على راسي، ما راضياش على شخصيتي على الجسم ديالي، كنت ضعيفه وسميمره شويه وشعري كان مشحكك، ما كنتش نحمل راسي. من بعد بابا كان ديما تيخرجني معاه، وحيت هو كان شخص ملتحي كانوا صحابو حتى هما مربيين اللحيه، كنت نحشم انني نوقف معاهم وانا بلا زيف، وبنات صحاب بابا كلهم بالحجاب، وكنقول مع راسي واش نكون تنسبب شي احراج لبابا. وهنا غادي نقرر باش انني ندير الحجاب وانا في السابع ابتدائي، ما كانش عندي مشكل انني نديرو حيتاش درتو عن اقتناع، ولكن باقا ديك العقده نتاع ما راضياش على الجسم ديالي وراسي، كنحس براسي بلي انني ناقصه بزاف، واخا انا ما كنقصني والو غير العقل ديال الصغر، ولكن كان بيني وبين نفسي وانا عارفه بلي هذا المشكل غيكون عند بزاف من الناس. كتكوني كتحسي براسك ناقصه، كتحاولي انك ترضي كاع الناس باش يبقاو معاك وما يهربوش عليك، وهذا اكبر خطا، حيت حنا مفروض علينا نرضي حتى حد. انا كنرضي صحاباتي ماما عائلتي، خاص كلشي يشوفني مزيانه بالسيف عليا ونقرا بالجهد باش نجيب النقطه اللي هي مزيانه. غادي نكمل السابعه الثامنه التاسعه بالتفوق والحمد لله. في التاسعه جبت اول نقطه في جهتنا كامله ولله الحمد. من بعد غادي نطلع للسنه اولى ثانوي اللي هي السانكيام، غادي نطلع ليها وغادي تبدل حياتي تماما. ما غيبقاش هذا الشيء اللي كنت كنعاود لكم كله. اول حاجه نبداو بالقرايه، بحكم انه تما غير اساتذه اللي هما ستاجير فما كانوش كيعطيونا وقت في القرايه، وما كنتش كنقرا مزيان، كرهت شي حاجه اللي سميتها القرايه، كرهت شي حاجه اللي سميتها المات الفيزيك والمواد العلميه، وانا انسانه ما كتقدرش تحفظ، انا انسانه خاصني نفهم هو الاول. غادي نتكاسل ديال بصح في السانكيان. ماما وبابا العلاقه معهم مزيان الحمد لله، ولكن بحكم فاش بدينا كنبنيو الدار بابا خرج بكريديات اللي ماشي اللي هما حرام، ولكن بابا ما كانش انسان اللي تيقدر على الكريدي، نفسيته غادي تمرض واحد شويه، ولكن ماما غادي تبقى مسانده، غادي تخدم وغادي تبقى كتعاون هي وياه، والحياه غاديه. ماما الحمد لله كانوا عندها صحابات والناس اللي كانت كتعرفهم. ماما انسانيه كتقول مع راسها انا هكا دايره، اللي بغى يكون خايب ربي يتولاه ويبعده على طريقنا، انا هكا تربيت. في السانكيام غادي نجيب 10 نقطه غير باش ننجح. ماما ما عجباش الحال، ولكن بابا ما كانش عنده مشكل، لانه كان تيقول المهم عندي بنتي تكون بصحتها، حيت كنت عينيه وعلاقتي به كانت شي حاجه ما كتوصفش، كانت قويه. من بعد غادي نمشي لعند خالتي، وهنا غادي تكفل بيا، بنت من مدينه محافظه لمدينه متفتحه بزاف كتر ما كتخيلوا، واخا كانت صغيره كانت ديك المدينه متفتحه بزاف. غادي نمشي واول نهار غادي نحط فيها رجلي في المدرسه الثانويه اللي كانت كبيره، غادي نخرج لواحد القنت وغادي نبقى كنبكي كنبكي، حيتاش جاني صعيب انني نفرق بابا. ماما واخا هكاك ما كانش عندي معاها مشكل، مولفها كتسافر وكتخليني معاه. من بعد ما بكيت جاو عندي الدراري وغادي يسولوني مالك كتبكي، سولوني في نطاق انهم كيتسرعوا عليا، غادي نخاف حيتاش في المخيله ديالي العلاقه الوحيده ما بين البنت والدراري هي الزواج وما خصهاش تكون شي علاقه واحده اخرى. هنا غادي نبدا عامي الدراسي وما غادي نفهم والو في القرايه، غادي نزيد سوايع اضافيه بالليل ولله الحمد. في شهر واحد غادي نرجع انا اول وحده في ديك المدرسه، بعد ما كانوا الاساتذه في دوك المواد العلميه كانوا تيجوني بحال كيهضروا بالشينويه، كنت نقرا من 8 حتى 6 ديال العشيه، ومنين نخرج كندير ساعات اضافيه حتى ل 11 ولا 12 ديال الليل. درت جهاد في نفسي لمده شهر، كندخل الدار كنطيح دوده ما كنقدرش نهز الراس. خالتي الله يسمح ليها وعندي عزيزه وحتى انا عندها عزيزه، ولظروفي النفسيه كانت عندها واحد البنت اللي قبل مني اللي كانت دوزت على واحد شي شويه مع المراهقه والدراري، فكانت خالتي كتخاف لنكون نفس بنتها، وما كانتش عارفه بلي انني ما كنتش مربيه ديك التربيه، ما حاولتش فهمني وكانت مزيراني ديال بصح. يعني اذا خرجت من المدرسه مع 12 خاصني 25 بالضبط دقيقه ديال الطريق ونكون في الدار، واذا فتها غادي تدبز معايا ولا تغوت عليا ولا تجيب لي المشاكل مع ماما. ماما اللي كانت كتسمع ليها بزاف. غادي نقرا، بعد ما كانوا كيضحكوا عليا غادي يوليو كيطلبوا مني انني نخرج لهم التمارين نشرح لهم ونجلس معاهم، والحمد لله كان قلبي كبير وكنت كنوري لكل واحد طلبني،
غادي نشوف دراري زوينين ودراري اللي غادي يبغوني، ولي اول مره غادي نشوف ناس كتهتم بيا، غادي ندير علاقه مع واحد الدري اول مره نكون معاه. وما عرفتش حتى كيفاش وصلت انني نكون معاه، عطاني زوج كلمات زوينين حن عليا بديك الهضره الباسله اللي كانت في ديك الساعه وفي ديك السن اي بنت تمنى تسمعها، ولكن ديك العلاقه ما كملتش حتى 15 يوم وتفرقنا. من بعد غادي يشوفني واحد الشاب اللي كان تيقرا معايا، ماشي في نفس القسم ولكن في نفس المستوى، غادي نتعرف عليه وغادي يحترمني ديال بصح. واحد الشاب اللي حد الان واخا تفرقنا وعنده حياته وعندي حياتي، ما عرفش واش الحب ولا غير العلاقه اللي كانت صادقه خلاتني نهضر عليه بهذه الطريقه. هاد الشاب كان تيبغيني بزاف وكنت نعيش معاه واحد الحلقه بحال تاع بابا، عمره ما اذاني ولا قرب مني ولا حتى حط عليا يديه ولا شاف فيه شي شوفه اللي هي خايبه. يمكن هو الوحيد اللي حسيت بيه بلي انه بغاني من قلبه، ولكن الظروف ما خلاتناش نكملوا. خالتي كانت مزيراني بزاف، وخصوصا فاش واحد المره لقاتني معاه ضرباتني وما خلات ليش وهددتني، ومع العلم انه قسما بالله ما كان تيأذيني ولا كيقسني، كان غير تيخاف عليا وكان تيخصو انه يوصلني ويجيبني حيت عارفني بلي انه عمري ما كانت عندي شي علاقه. المهم غادي تجي واحد البنت من القسم ديالو اللي كانت صاحبتي وكانت ساكنه حدايا، وغادي تقول لي شي كذوب عليا وشي حوايج اللي ما كاينينش، واخا حاولت انني نشرح ليه ما سمعنيش وتيقى وسالت علاقتنا. غادي ندمر واحد شويه ولكن في المقابل ما غاديش نسمح في قرايتي حيت هي الوحيده اللي غادي تهزني. من مور هذا الشاب درت علاقات للهدف منهم انني ننساه، ولكن ما كنتش كنوصل فيهم لحتى شي حوايج خايبين اللي صراحه ندمت عليهم اليوم حيت كنت نحس بحيله وسخت راسي. سالت سيزيام جبت نقطه مزيانه، وحتى الاخير ديال هذه السنه عاد هو اكتشف بلي انا وديك البنت راه كانت كتكذب وجا اعتذر مني، ولكن كانت العلاقه تهرست واحد شويه. المهم طلعت الباك، غادي تنوض ما بيني وما بين ماما الحرب حيت خالتي كتشكى وانا ما كنت كندير لها حتى شي حاجه. خالتي اللي عندها عقده من بنتها وخواتها فيا، انا غادي نرجع مع هذاك الشاب اللي كنت تعرفت عليه في الباك كنجحت فيه وهو لا، ولكن حتى شي مدرسه ما غادي تقبلني حيت ديك الساعه في كل شيء كانوا طالبين معدلات اللي كانوا مرتفعين وانا كنت يلا جبت 13. ما بقاش فيا الحال، رجعت لدارنا ودفعت لواحد المدرسه وما غادي نختار والو. خالتي هي اللي قررت فين ندفع والمدرسه والشعبه اللي غادي ندير. درت واحد الماده وانا ما حاملهاش وحسيت باللي انني ما درت حتى شي حاجه من داكشي اللي كنت باغا. هذاك الدري كان باغيني نبقى تما عايشه مع خالتي بيد ما نجح ويدير بحال داكشي اللي غندير ونتزوجوا، ولكن انا ما كنتش حامله نبقى عند خالتي وما فهمنيش، فاختاريت نفسي وما ندمتش على هذا القرار حيت صراحه كون قبلت انني نجلس عندها كنت غادي نمرض اكثر. اختاريت مدينه واحده اخرى اللي فيها عائله ماما ناس طيبين وما عندناش وما خصناش، ولكن كاينه الراحه. غادي نقرا وفي العام الاول غادي نسقط فيه بحكم بلي انني ما كنت نفهم والو من داكشي، غادي نسقط ونفشل حيت ما قدرتش ندير شي حاجه من داكشي اللي كنت كنبغي. العام الثاني اخيرا غادي نوقف على رجلي ونفيق ونراجع بوحدي ونعول على راسي ونقرا داكشي في يوتيوب، وغادي ننجح بالنقطه اللي كانت مزيانه. دخلت متفوقه وقريت على راسي ونجحت، ولكن هنا غادي تقلب حياتي راسا على عقب، وهذه هي النقطه اللي خلاتني نعرف بلي انه كاع دوك المشاكل اللي عشت والطيحات اللي طحت قدام هادشي اللي غادي نعيش. وهنا فين بصح غادي تبدا حكايتي، غادي نكون انا عند عائله ماما. ماما وبابا عايشين في ديك المنطقه الصغيره والمحافظه، هما بقاو تما. بابا جاتو خدمه كبيره اللي غادي يشدها، وكيف ما قلت لكم هو واحد الانسان اللي معقول بزاف، اللي السمعه ديالو سابقه فين ما مشى. غادي يشد ديك الخدمه وخرج شي شويه من ديك المدينه، غادي نوصل للفتره نتاع السطاج وغادي نطلب من ماما انها تجي لعندي حيت السطاج كان عندي بعيد وكنت كنتكرفس شي شويه. كنت انا وواحد المجموعه متفوقين غادي يعطيونا واحد المهمه اللي غادي اول مره يقروا بها العام اللي غايجي من بعدنا، فكانت ديك المهمه صعيبه شويه. غادي تجي فعلا ماما عندي وتبقى معايا. من بعد واحد شويه بديت كنلاحظ تغيرات بابا، انه تيعيط في الربعه نتاع الصباح، كيغوت معصب، كيصدق بزاف، تيقول ماما دي بنتي الطبيب نتاع السنان وهادي وهادي، وشي طلبات اللي هما غراب، وحنا عارفين بلي انه ما عندناش دوك الفلوس اللي نوضو نديرو بها هادشي كله. هزيتي سيد وحطيتي بلاصتو واحد اخر، مرض وحنا ما عارفين شنو بيه، بعد سرعات كبيره غادي تمشي عندو ماما وما غاديش يبغي يدخلها مع الباب، غتمشي هي وخالي ولكن والو، غادي يهز عليهم الموس وغادي يقول لهم ما تنحملكش ما تدخليش للدار. ماما غادي تصدم، كيفاش هاد السيد اللي كان تيبغيني وهاد الحب كامل غادي يولي يدعوي معايا بهاد الطريقه؟ السيد اللي عمرو حتى ما سمعنا منه كلمه حمار عزكم الله، غادي يمرض بزاف ويبدا كيسلف من عند الناس، والناس حيتاش كتثق فيه كتعطيه الفلوس بعينيهم مغمضين وما كيصحابش لهم بلي انه مرض، مرض لدرجه كبيره وسلف بزاف ودخل في مبالغ انا داك بالنسبه ليا كانت خياليه
22 مليون ديال الكريدي، 8 بوحدها، 3 بوحدها، كل واحد شحال واخد من عنده، واللي ما خدش من عنده الكثير كيخد من عنده 1000 درهم. الناس كاع اللي دايرين به تعطوه فلوس بعينيهم مغمضين، حيت كان شخص امين، الشخص اللي قبل ما كينعس تيقول لينا انا راه فلان تيسالني غدا رجعوها ليه، عندكم اذا صبحت ميت ما تعطيوهاش ليه. وهنا غادي تولي كارثه، غادي منعنا من الدار وغادي نتصلوا بخوتو اللي كان شويه ديال المشاكل ما بينهم وما بين ماما بحكم باللي انها ماشي من عائلتهم واخا معمره ما خرجت معهم العيب، غادي نتواصلوا بهم باش انهم دخلوا عند شي طبيب حيت بابا منع علينا نتدخلوا، وطلب خوتو انهم هما اللي يديو فما بغاوش وقالوا لينا بيناتكم انتم اللي درتوا لي شي حاجه، فدخلنا سوق راسنا بما انه ما خلاش ماما تدخل للدار رجعت لعندي وهو بدا تيعيط ليا حيت انا اللي كنت مقربه ليه وقال لي كلام اللي كان ضرني في خاطري، انت ماشي بنتي، ماما كخانتني وجاتك مع شخص واحد اخر، انت بنت الخيريه. كيدخل وكيخرج في الهضره وحاشا ولله واش هاد الهضره كاينه. من بعد هادشي كامل ما خليت فين هربت باش نراجع ونحفظ ونجيب غير المعدل باش نخدم في اي حاجه، خصني غير نخدم وربي كبير. ساليت قرايتي عيطت ليه قلت له عافاك بابا انا عييت من الديور ديال الناس، بغيت نحس بلي انني كاينه في دارنا واش ممكن نرجعو. في الاول غادي يرفض، من بعد بقيت فيه وعيط عليا، مشينا دخلنا الدار وكانت موسخه قسما بالله. الا ما عرفش ما يمكنش يكون انسان بوحدو دار داكشي في ديك الدار، ردمها وبيتي تقبو من الوسط، صالون واحد اخر خرج فيها عزكم الله طواليت، رون كلشي. ما يمكنش تدخلي لديك الدار وتجلسي فيها، باقا كنعقل انا وماما 15 يوم وحنا كنخويو ديك الدار من التراب وتنسيقوها، وكنت نعس بالليل وانا شاده ليها في يديها حيت كان عندي خوف عندها كينوض ويمشي يقتلها ولا يذبحها حيت ما كانش كيحملها. غادي يدوز عامين وانا تنعس بنفس الطريقه ونفيق، ما كنتش كنعس مزيان، كنت كنعس ساعتين ساعه وانا غادا بحال هكاك. من بعد ما دوزنا معاه شهرين غادي يخرج يخدم في شي بلاصه بعيده ويعيط لينا ويقول لينا صيفطوا لي الفلوس، كان تيخسرهم بواحد الطريقه اللي كان مبالغ فيها وخريبه، واخا ما عندوش وما عندناش ومحتاجين ما ناكلو، ولكن سبحان الله ورغم هادشي كامل عم ربي خلانا نمدو يدينا لشي حد. ربي كان تيصيفط لنا رزقنا من عنده، الناس اللي كانت كتصرف فينا غير الخير وكتوقف معانا، كنا عايشين وراضين باللي عندنا لا انا ولا ماما ولله الحمد. غادي يدوز واحد المده وهو كل مره فين مسافر كيخدم سيمانه والسيمانه الاخرى كياكل داكشي اللي شد، والسيمانه الاخرى كيهبط لعند خوتو كرههم، والسيمانه اللي من بعدها كيجي عندنا كيغوت علينا كل مره وشنو كاين. دازت مده وغادي تشوفني ماما غير جالسه وقالت لي خاصنا ضروري نتحركوا، انت يا نورا سيري ديري ستاج عند جدك الله يرضى عليك. فعلا طلعت لعندها وبديت من ستاج ستاج. من بعد واحد النهار هو رجع للدار وانا بقيت خايفه على ماما، عيطت لها وطلبت منها انني نرجع لعندها، رفضات. شنو كان واقع ديك الساعه؟ كان جات واحد الكريز انه مشى يتلح من واحد البير وعيط عليها وطلب منها السماحه، من بعد عاد فاقم شنو كان تيدير، فبدا كيطلب منها السماحه وقال لها سمحي ليا ولكن انا خاصني نوقف حياتي حيت ما نقدرش نبقى في هذا العذاب، عذبتكم وخرجت على مستقبلنا. غادي توقف معاه وداتو عند طبيب نفساني اللي شخصو بلي انه عنده اكتئاب وعنده ضغط نفسي فعطاه الدواء، ماما مسكينه غادي تشربو داك الدواء، والوقيته فين هو كان تياخذو هي ما بغاتنيش باش نجي للدار حيت قالت لي بلي انه ما غاداش تشوفي داك باباك اللي مولفه به اللي كيضحك معاك كيلعب معاك اللي كيخرجك، لا ولا غير ساكت وغير تيبكي كيدير يديه على راسو. انا قررت انني نرجع واخا نعرف شنو يوقع غادي نمشي. فعلا غادي نمشي وغادي نقولها ليها، وصلت للمدينه وقلت ليها انا جيت ماما، يا اما تخليني يا اما تجري عليا، انا ما نقدرش نبقى بحال هكا بعيده على بابا. فعلا مشيت للدار ولقيتو شاري ليا مسكين الورد وشدني وعنقني ودخلني، كلشي كان مزيان حتى جا رمضان غادي يجي الدواء صعيب وقرر باش انه يقطعو بوحدو بلا ما يرجع للطبيب، ولكن هذا كان اكبر غلط اللي غادي يدمر لينا حياتنا، ولكن الحمد لله. فاش قطع الدواء 15 يوم من رمضان دوزها مزيان، نهار 15 بالضبط غادي يجي واحد الكريز اللي فيها تقلب عليه كلشي، بدا تيبكي وكيغوت وتيقول انا عذبتكم، انا داك مرضت بزاف وجاني فقر الدم. ديك الكريز اللي جاتو غادي يتكره مع تفاصيل كثيره اللي وقعات، قجني وهو ما حاش براسو، لكن في اخر اللحظات فكتني ماما وعطاتو الدواء ونعس. لغت لي فاق مزيان ورجع داك بابا نتاع شحال هادي هو اللي تيخرج معانا كيطيب معانا كيضحك معانا كانه ما كان به والو. غادي ندوزو داك النهار اللي كان الجمعه، فبدا كيدير شي حركات اللي ماشي هما هادوك وتصرفات اللي كانوا ماشي هما هادوك. جيت عند ماما قلتها ليها قالت لي لا راه خير الدواء، حطينا الفطور وحنا تنفطروا بابا جاتو واحد كريز وحده اخرى
ماشي هي هذيك عاوتاني. بدا كيحرك رجليه وصحته كامله. اكتشفي شنو تيديرها ماما؟ لا نورا راه غير الضو اللي دير لي هكا. تلينا العشاء والتراويح وديك الساعه كنت كنحس بلي انه طالع وهابط في الدروج، غادي يطلع الفوق وغادي يرمي ديك السنته اللي بها كيطلعوا الشراج من تاع الريدو من البالكون، وغادي يعنقني انا وماما وغيطلب منا السماحه ويقول لنا سمحوا لي راني عذبتكم خاصني نخرج نشم شويه ديال الهواء، وهذيك غادي تكون اخر تعنيقه ما بيني وبينه. وهنا غادي نقول لكم باللي غادي تحبس الفيديو حتى لغدا ان شاء الله. في نظركم شنو غادي يوقع؟ واش فعلا داك الاحساس اللي عندكم واللي عندي هو اللي غادي يكون، ولا ربما هو غير تهيؤ؟ شنو غادي يوقع لبات نورا؟ شنو غادي يوقع لنورا؟ شنو غادي يوقع للعائله ديالها؟ هادشي كله غادي نعرفوه في غدا ان شاء الله. خليو لي التوقعات ديالكم في هذه الفقره الاولى ولا في هذا الشابيتر الاول من الحلقه ديال نورا، وغدا ان شاء الله نحط لكم الجزء الثاني والاخير اكيد باش تعرفوا الكماله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.